مرحبا فيكم في فيديو الأسرار الخفية في اللهجة القصيمية. اللهجة القصيمية أو إذا قلت لك قصيمي، اكتشفت أن الغالبية الناس يظن أنها اللهجة القصيمية المعروفة أو تسمى قصيمية. أولا أبوه قله عرفتوا كيف؟ لهجة قصيمية أو تسمى قصيمية. اللي اكتشفت ان العالم يتوقعون ان كل اهل القصيم هذه لهجتهم، ما هو تحقير، ونعم بجميع اصحاب اللهجات سواء بالقصيم او جيزان او الشرقي، اي بقعه ارض فيها لغه او لهجه. وش اللهجه؟ لهجه مجرد شفره انت تقولها يفسرها المخ الى معنى، سواء معنى حسي أو معنوي، لكن مفهوم الشفرة ذي يفهمها الدماغ من الطرف الآخر. شفرة فقط هذه اللهجة. مشكلتي هي أن في إقصاء، كأن في إقصاء للهجات الأخرى. صار لي موقف واحد من الزملاء أحد المناطق، سلفت أنا وياه أول ما عرفني طبعا، فكانت لهجتي هذه البيضة، اللهجة العادية، فيه وينه دوره، اللهجة العادية. قال يا اخي انت من انت من القصيم؟ حلف، لا والله ما انت من القصيم. والله اني من بريده يا ابن الحلال. قال لا، وتقول بريده بعد كذا؟ قلت والله من بريده. قال لا والله مستحيل، او انك تصنع لهجه، جالس يعني تصنع معي لهجه بيضاء. هنا الف علامه استفهام، كان لهجتنا مقصاه، تم اقصاؤها من القصيم. فقط هو اقصاء لهجة، يعني حنا أو أنتم فقط تكلمون كذا، إذا تكلمت لهجة ثانية أنت ما أنت من تلك البقعة. هذا يسمى إقصاء يا أخي. أنا لي زملاء ولي جيران، ونعم الناس، عرفت ناس قمة يتكلمون اللهجة القصيمية، ونعم الناس والله، ونعم ومليون نعم، لكن مهما كان يا أخي ما تقصيني، ما تقصي لهجتي انت. هم هين، هم ما عندهم مشكله، عارفين الوضع اللي هنا، عارفين ان في لهجات وفي، لكن اللي برا او الصوره النمطيه القصيم يعني لازم تقول بو او لا. مع لاحظ حاجه مهمه جدا، حتى ما يسمى اصحاب اللهجه القصيميه ترى بعضهم ما يتكلم اللي هو الكلام الشائع، وراك ما رحت انا ابوه ولا لا. في بعضهم يتكلم لهجه صح فيها ابوه او لا، بس اخف شوي. انا ما ادري بالتفاصيل عاد اللهجه القصيميه بالضبط، منهم اصحاب المط زياده، في تصنيفات مثلا اهل العنيزه مثلا، ما ادري صراحه المط، ما عندي مشكله بالمط، بس اقول لك يعني الصوره النمطيه الان بوه ولا، ففيها تشويه. وفيه ناس فعلا يتكلمون زي التشويه الموجود الان، زي المقاطع اللي تطلع يطقطقون عليهم، في ناس فعلا ترى يتكلم زي كذا. صحيح اذا كانت فطره فيه، طيب مالك حق طقطق عليها وتضحك عليه. خلق الرجل ابوه وجدانه مثلا يتكلمون باللهجه اللي فيها المط، سواء حتى بعض الحسويين يكون فيها مط. خلق شخص، خلق ولهجة أهله هذه اللهجة، هو غير سوي نفسيا وشخصيا لو أنه غير لهجته عشان يرضيك فهو مريض. بالعكس، لازم أنه يحافظ على لهجته ويتمسك فيها، وأنت بقريح، أهم شيء أنك فهمت المعنى اللي قاله لك، بقريح. ما عجبتك الطقطق تضحك، ما عندك مشكلة. اي والله يا جماعة الربع، ونحن بالجميع زي ما قلنا، محبة وتقديرا لجميع الشعب السعودي العظيم. والله فعلا الشعب السعودي ترى عظيم، ما اختلفنا لهجات وعادات، لا لا عظيم عظيم، عادات قريبة مهما كان، بس بعض الاشياء البسيطة يكون فيها اختلاف، لكن والله فعلا الناس محترمة. بعد ما جربت الشعوب الاخرى، ناس يا اخي فيها فزعة، فيها اخلاق العرب الحميدة. والله يعطيكم العافية، وشاكر لكم متابعتكم.